منح الهويات في جمعيات الأدباء الشعبيين. نعم. بعض الشعراء يتحدث أنه أكو سهولة وأكو تسهيل بمنح الهويات، ضوابط مو قوية ولا صارمة، شلون تنظر لهذا الموضوع؟ تتفاجأ إذا أقول لك أنا ما عندي هوية، ما هذا الشعراء الشعبي عندي سجل ومن أروح ما أعتقد يأخروني يعني، ولكن شعرت أنا هويتك أنت أن تكون شاعر، رغم هذه اللي يعني الهوية تقوم وتعرض تقول للناس أنا شاعر. إيه كتسجيل، كتسجيل مثبت اسمي بالجمعية وآخذ منحة على الجمعية. حلو. يعني أنا عضو اتحاد الأدباء، عضو منظمة الصحفيين العالمية، عضو نقابة الصحفيين، عضو اتحاد الصحفيين العرب، ولكن كل هذا رجعت على الجمعية الشعر الشعبي، قلت أنا شاعر شعبي. حلو. فمن احتي خلي تكون عليها. حلو. وهكذا منحة مليون، مليوني نفس اللي نفس ما تاخذه أنت وياخذ غيرك، يعني اللي انتمى العام واستلم منحة، ما يعني أنا كيف له، أفرح أنا أكون مثله. لا ما أريد امتيازات. امتيازات المناصب والرتب والامتيازات ضعيف النفس، بس اللي هني حير، اللي هي بكل قلب متعوب تذكار، وكلمات أصبحت مثل المناشير، إذا مر بدرب تزاحم الناس علي أو يتعب لي أخذ تصاوير. الله والنعم. هذا أروح امتي